مش قادر أصدق، أنا واقف وسط الناس اللي شالت المسؤولية في كل الحكايات. أنت واقف وسط الناس اللي شالت المسؤولية، وواقف قدام البطل اللي شال أصعب مسؤولية في أصعب لحظات حياتنا، وسط حروب وأوبئة وإرهاب وأهل شر. حكايات البطولة ما بتنتهيش، ورجال الشرطة من زمان ولحد النهاردة بيقابلوا الموت بصدور مفتوحة وقلوب بتهتف تحيا مصر. مصر، مصر المذكورة في القرآن والإنجيل، اللي شعبها وقف ورا القائد اللي خلصه من أهل الشر. أنا حكيت لك زمان وهحكي لك الحاضر. تلت حكايات لتلت أبطال فكروا في بلدهم وناسهم، واتفقوا في لحظة واحدة من غير ما يتكلموا على إنهم يفدوا الناس بأرواحهم. تلت أبطال ما فكروش غير في الناس وواجبهم، ما فكروش في ولادهم، زوجاتهم، أمهاتهم، ما فكروش غير في الوطن. يوم 30 يونيو 2014، وشعب مصر بيحتفل بالذكرى الأولى لثورة يونيو العظيمة، الساعة 7:30 الصبح يجي بلاغ لغرفة العمليات بوجود تلت عبوات متفجرة في منطقة بمصر الجديدة. مفيش وقت والناس كتير، بس كل مصري عارف ان شرطة مصر وجيشها يفدوه بروحهم. يجري البطل العميد احمد عشماوي والبطل المقدم طارق عبد الوهاب ناحية العبوة الاولى، يتعاملوا مع الجسم الغريب. نجحوا الابطال في فك العبوة الاولى، لكن لما قربوا من العبوة التانية انفجرت واستشهد البطل احمد عشماوي، ويتصاب البطل طارق عبد الوهاب ببتر كامل في ايديه الاتنين، واتصابت رجليه اصابات بالغه. ما فكروش غير في الناس وواجبهم. طب والعبوه التالته؟ الواحد لما يشوف زميل له استشهد والتاني اتصاب اصابه خطيره لازم يفكر الف مره قبل ما يروح لاي عبوه تانيه. في اي مكان الا في مصر وشرطتها وجيشها. في مصر المهم الناس. كان ممكن البطل يعيد حساباته، كان ممكن يفكر في أسرته، لكن البطل ما يفكرش غير في الناس. قرب البطل المقدم محمد أحمد لطفي من العبوة التالتة وتعامل معاها من غير خوف. تنفجر القنبلة التالتة وينال البطل الشهادة، يلحق زميله الشهيد لجنة ربنا. أحياء عند ربهم يرزقون. ويبتدي البطل طارق عبد الوهاب رحلة علاج طويلة من وقت إصابته ولسه مستمرة لحد النهاردة.